السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنكمل المتوسطات، بس هناخد النهاردة المتوسط في المثلث القائم. هناخد نظرية 3 وهناخد عكس نظرية 3 وهناخد يعني إيه المثلث التلاتيني ستيني. بتقول في المثلث القائم المتوسط الخارج من رأس القائمة طوله بيساوي نصف طول الوتر، في المثلث القائم الزاوية المتوسط الخارج من رأس القائمة طوله يساوي نصف طول الوتر. في المثلث القائم، هذا المثلث القائم دي الزاوية القائمة، بيقول إن المتوسط الخارج من رأس القائمة ده متوسط، واحنا كنا بنعرف المتوسط ازاي؟ كان بيكون خارج من رأس قاسم ضلع، متوسط بيكون خارج من رأس قاسم ضلع. في أي مثلث مهما يكون عدد متوسطاته 3، ليه؟ عشان في 3 رؤوس، 3 رؤوس كل رأس بيخرج منها متوسط. المهم في حالتنا دي بيقول لو كان المثلث ده قائم يبقى المتوسط الخارج من رأس القائمة ده اللي خرج من الرأس دي، ما خرجش من الرأس دي ولا دي، ماليش دعوة بدول، أنا بتكلم في حالة خاصة لما يكون مثلث قائم. قال ده طوله بيساوي نص طول الوتر، هو فين الوتر؟ ده الوتر، الوتر بيكون قصاد الزاوية القائمة، يبقى ده خد نص طول الوتر. عرفوا الكلام ده منين ولا جابوه منين؟ الكلام ده يا باشمهندسين قالوا احنا لو كان معانا مستطيل، عملنا مستطيل، خواص المستطيل ايه؟ خواصه الأقطار بتاعته متساوية، كل زاوية من زوايا قائمة، كفاية دول، كل زاوية من زوايا قائمة، يعني الزاوية دي قائمة دي كمان قائمة، قال الأقطار قد بعضها، يعني القطر ده كله قد ده، وقال إن الأقطار بينصف كل منهما الآخر. فقام الراجل محدد مثلث، خد المثلث ده كده، مش المثلث ده بقى حالتنا؟ ده نص قطر، ما هو ده قطر قد نص القطر ده، ليه؟ لان الاقطار كانت متساويه والزاويه دي خاطئه. مثلث قائم ده المنتصف الالف جيم، الف جيم بيساوي 10 سنتي، ده كله بيساوي 10 سنتي، عاوز طول البهدل. النظريه بتقول ايه؟ لو في مثلث قائم في متوسط خارج من راس القائمه ده طوله بيساوي نص الوتر، ده مثلث قائم، يبقى بما ان ألف ب ج مثلث قائم في ب، ما هو أساس في النظرية إنك تقول إن المثلث ده قائم والدال منتصف الألف ج، إذن الباء دال متوسط. خلي بال الناس، مفيش اتنين بما أن بيجوا ورا بعض، عاوز تكتب إضافة كمان حط علامة القمة دي. إذا بدل بيساوي نص الألف جيم، إذا بدل بيساوي 5 سنتي، دي طريقة كتابة البرهان يا شباب.
مثلث القائم المتوسط بيساوي نص الوتر، وتطلع الإجابة. امشي كده نظرية، مثلث قائم متوسط، دول إثبات المتوسط، المتوسط بيكون خارج من زاوية قاسم ضلع، يبقى المتوسط بيساوي نص الوتر يعني بيساوي 5. الناس اللي بتتوه في حتت، احنا امتى بنحط العلامة دي يا أستاذ وامتى ما بنحطهاش؟ لو لقيت تساوي ما تحطهاش، أي حاجة غير اللي يساوي حط علامة القطعة، حط علامة الشكل اللي أنت كاتبه. يساوي ما بنحطش قطعة، مفيش يساوي حط القطعة، طب افرض كان في تطابق حط القطعة برضه. عاوزين طول الألف دي ندرس الشكل، يعني إيه ده في النص؟ ما هو ده متوسط يا أستاذ. طب المتوسط ده ظروفه إيه؟ من درس المثلث القائم؟ أيوه، خلاص اعمل برهان. كانت النظرية بتقول في المثلث القائم، علشان المثلث ألف ب ج قائم في باء، وده المنتصف الألف ج، إذا الباء ده المتوسط، يبقى ده متوسط في مثلث قائم، يبقى الباء ده بتساوي نص الألف ج. وناس تانية كانت ممكن تكتب حاجة تانية، تقول إن الألف ج قد 2 من الباء د، صح؟ يعني عمل وسطين في طرفين هنا، يعني هتساوي كام يا أستاذ؟ إذا الألف ج بتساوي 8 سنتي، ليه؟ علشان المتوسط نص الوتر، يبقى الوتر ضعف المتوسط، يبقى الوتر ضعف المتوسط. مثال في الشكل المرسوم، ألف ب ج مثلث، ألف د عمودي على الباء ج، يعني معنى كده إن الزاوية دي قائمة. فاكرين يا شباب معلومة إن الخط المستقيم ب 180 درجة، يعني ده كده خط مستقيم ب 180، طالما اليمة دي قائمة يبقى اليمة التانية هتكون قائمة، اليمة دي كمان قائمة. فاكرين المعلومة دي؟ من هنا قائمة يبقى من هنا قائمة، عشان أجمعهم الاتنين يديني 180. قال إن هيك منتصف الألف ب، والواو منتصف الألف ج. عاوز محيط المثلث ه واو د، دي هنجيبها إزاي؟ في الشكل ده يا أستاذ في مثلثين اتنين قوائم، يعني هنا في المسألة اللي أنت شايفها معفنة دي، هو عمل إيه؟ هو جاب مثلثين اتنين حط ظهرهم لبعض وخلاص على كده، يعني ده كده مثلث اهوت. واللي انت شايفه التاني مثلث، الاسمر ده مثلث وقائم، والتاني ده مثلث وبرضه قائم، فانا همسكهم مثلث مثلث. في المثلث ألف ب د، ده القائم في د، بما ان اله منتصف الالف ب، ما هو قال ان هي في النص، اذا اله ده المتوسط، ده بقى اسمه متوسط. المتوسط في المثلث القائم بيساوي ايه؟ نص طول الوتر، يبقى اذا ه د بيساوي نص الوتر ألف ب، يعني هيساوي كام يا استاذ؟ 8 سم. ليه؟ لان دي ب 16، يبقى دي هتطلع ب 8. ناخد المثلث الثاني اللي هو ألف د ج، في المثلث ألف د ج القائم في د، بما ان واو منتصف الالف ج، اذا الدال واو متوسط
يبقى اذا الدال واو هيساوي نص الالف جيم. ليه؟ عشان الالف جيم هنا هو الوتر في المثلث ده. ده مثلث يا شباب وده مثلث. في المثلث ده ده وتر، في المثلث اليمادي ده وتر. يعني هيساوي كام؟ هيساوي 6 سنتي. ده طلع ب 6 سنتي. طب هو عاوز ايه؟ ده هو عاوز محيط المثلث ده. هتجيبه له ازاي؟ ما هو محيط المثلث معناه مجموع اطوال اضلاع، يعني اجمع الاضلاع كلها. طب انا مش معايا ال واو. انزل لاولى اعدادي، فاكر لما كنا بنقول بينصف بينصف يبقى بيوازي وبيساوي نص. كان ده بيوازي ده وكمان بيساوي نصه. يبقى انا هقول له بما ان اله منتصف، بما ان ه منتصف الالف ب و، و منتصف الالف ج، اذا اله واو بيساوي نص الب ج، يعني اله واو هيساوي 7 سنتي. ده طلع يا شباب ب 7 سنتي. اذا محيط المثلث بيساوي 8 زائد 6 زائد 7، طلع بيساوي 21 سنتي. عكس نظرية 3 بتقول ايه؟ عكس الكلام يعني. اذا كان طول متوسط في مثلث مرسوم من احد رؤوسه يساوي نص طول الضلع المقابل لهذه الرأس، فإن زاوية هذه الرأس تكون قائمة. إذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من أحد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذه الرأس، فإن زاوية هذه الرأس تكون قائمة. نشوف مثال على الكلام ده. ا ب ج مثلث، اثبت أن قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة. حل الكلام ده إزاي؟ أنا معايا هنا متوسط، ده اسمه ايه؟ متوسط. المتوسط ده سوى نص الضلع ده ولا لا؟ المتوسط اهو قسم ضلع، الضلع اللي هو قسمه بيساوي نصه؟ ايوه. يبقى خلاص خارج من زاوية قائمة. يبقى في المثلث ألف ب ج، بما ان الدال منتصف الالف ج والب دال بيساوي نص الالف ج، عشان ده بخمسة نص العشرة، اذا قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة. ليه؟ علشان ده عكس نظرية 3 اللي هي بتقول اذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من احد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذه الرأس، فإن زاوية هذه الرأس قائمة. يعني الزاوية دي يا شباب طلعت بتساوي 90 درجة. المسألة دي مهمة أوي 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 أوي، هتحتاجها في الدروس الأخيرة في الأفكار. يا ريت تفهم فكرتها من دلوقتي عشان ما تتوش بعد كده وتقعد تحسب لي زوايا كتير. ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه ايه؟ ده متوسط. ليه؟ علشان قسم ضلع. طب تمام، شفت العلامة اللي عليه دي؟ بتقول ان دول قدهم، يعني المتوسط ده نص الضلع ده كله. الضلع اتقسم لاتنين، هو قد واحدة منهم يعني بيساوي نصه. بما ان الدال منتصف الب ج، اذا الالف ده المتوسط، وبما ان الالف ده طوله بيساوي، نشيل علامه القطع عشان حطينا يساوي، نص الب ج، اذا قياس زاويه الف بتساوي 90 درجه. يبقى انا ازاي ثبتت ان الزاويه ب 90 لما قلت له ان في متوسط طوله بيساوي نص الضلع يبقى بيتساوي 90 درجة.
في الشكل المرسوم ألف دال يوازي ب ج، ألف ه ينصف زاوية دال ألف ب، ب ه ينصف زاوية ج ب ألف، واو منتصف الألف ب. اثبت أن ه واو بيساوي نص الألف ب. السؤال ده يا شباب أنا عارف إن في ناس كتير جدا فكرت فيه، وبنسبة 10% كده اللي عرفوا الحلول، والباقي اضطر يفتح الإجابات عشان يشوفه. هو سؤال سهل مفيش فيه حاجة، أهم حاجة الكلام اللي قال عليه بالترتيب. هو الراجل أول ما قال إن في توازي وبعد كده في المنصفات، يبقى أنا أبتدي من التوازي. حرف إيه اللي موجود يا شباب؟ بما إن الألف ده بيوازي الجيم ب، والألف ب قاطع، إذن قياس زاوية ألف كلها اللي هي د ألف ب زائد قياس زاوية جيم ب ألف دول بكام؟ ب 180 درجة. حرف اليو ده ب 180 درجة. معايا منصف ومنصف، إذا نص زاوية د ألف ب زائد نص زاوية ج ب ألف ده هيطلع ب 90 درجة، اللي هو يا شباب النقطة والغلط. ما هما دول نص الزاوية دي وده نص الزاوية دي، تاني الزاوية دي كلها والزاوية دي كلها كانوا الاتنين عاملين 180. لما خدنا النص من هنا وخدنا النص من هنا النصين دول بـ90، يبقى اذا قياس زاوية ه ألف ب زائد قياس زاوية ه ب ألف بتساوي 90 درجة. ما هو ده النص وده النص وانت كاتب أساميهم. الألف ه ب ده اسمه ايه؟ مثلث. ألف ه ب ده مثلث بكم درجة؟ بيساوي 180 درجة. طب ما انا معايا زاويتين منه بـ90، باعتبار ان الخط ده مش موجود يا شباب، النقطة والغلط بكام؟ انا مطلعهم بـ90 دلوقتي، والمثلث كان بـ180. اذا قياس زاوية ه بتساوي الـ180 هشيل منهم 90 اللي هي النقطة والغلط، يعني طلعت بـ90 درجة. يبقى أنا قدرت يا شباب أثبت إن زاوية ه بـ90 درجة. بقيت الرسمة دي كلها ما عادش ليها أي لازمة، بقى معايا مثلث قائم أهوت، ده متوسط فيه يبقى بيساوي نص الوتر، لأن الزاوية دي قايمة يبقى الضلع اللي قصادها وتر. بما إن ه منتصف الألف ب، إذن اله واو متوسط، يبقى اله واو بيساوي نص الالف ب، وهذا المطلوب اثباته. المثلث الثلاثيني 60، هو ايه المثلث الثلاثيني 60؟ ده المثلث يا شباب بيكون قائم الزاوية. المثلث الثلاثيني 60 ده مثلث قائم الزاوية واحدى زواياه 30 درجة. طالما زاوية فيه 30 درجة، لو جينا نحسب مجموع زواياه أكيد التالتة هتطلع 60. يبقى إيه هو المثلث الثلاثيني 60؟ المثلث الثلاثيني 60 ده مثلث قائم الزاوية إحدى زواياه 30 درجة. خلاص يبقى الزاوية التالتة هتكون 60 درجة، وممكن نقول العكس، هو مثلث قائم إحدى زواياه 60 درجة، يبقى التالتة هتطلع 30 درجة. لقوا فيه حالة خاصة، ايه هي؟ لقوا ان طول الضلع المقابل للزاوية 30، يعني ايه مقابل؟ يعني اللي قصادها، مقابل يعني قصادها، ده كده ده المقابل. لقوا ان الضلع المقابل للزاوية 30 دي طوله نص الوتر، يعني ده الوتر
لقوا ان الطول بتاعه نص الوتر. الضلع المقابل للزاويه 30 لقوا ان طوله بيساوي نص طول الوتر. يبقى في المثلث القائم طول الضلع المقابل لزاوية 30 درجة بيساوي نص الوتر أو نص طول الوتر. نشوف أمثلة. في الشكل المرسوم قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة. مش شرط يا شباب كان يجيب لي 30 كده، كان ممكن يقوم يديني دي 60 ويسيب نحسب أجيب التالتة دي بكام؟ يعني كان ممكن ما يدينيش دي ويديني 60. لازم أجيب الزاوية 30. بعد كده هقول له في قاعدة بتقول إن في المثلث القائم الضلع المقابل للزاوية 30 طوله بيساوي نص الوتر. يبقى علشان المثلث ده قائم وفي زاوية 30 يبقى الضلع اللي قصادها اللي هو ألف ب بيساوي نص طول الوتر. يبقى الألف جيم بيساوي 10 سنتي. في ناس كانت بتكتب القاعدة دي بطريقة تاني، تقول لا ده أنا عاوز الألف جيم، طب ما أنا أكتب إن الألف جيم بيساوي 2 من الألف ب. الوتر ضعف الضلع المقابل للزاوية 30. مثال يا شباب رابط الدنيا ببعضها، رابط كل اللي خدناه ببعضه. أنا معايا مثلث قائم في متوسط خارج من الزاوية القائمة، تمام، تفكير سليم. طول بيساوي نص الوتر يا أستاذ، كويس. معايا كمان زاوية 30، الضلع اللي قصادها بيساوي نص الوتر، بس هنا في مشكلة. هو قال لي ضلع؟ لا، انت بتحدد المثلث القائم فين. ده المثلث القائم مالكش دعوة بأي حاجة جواه، انت عايز اضلاعها من بره. يبقى الزاوية 30 هي الضلع المقابلها ده، لان ده متوسط، ده مش قصادها، ده متوسط. انت عايز في المثلث القائم. يبقى لو حبينا نعمل البرهان هنعمله ازاي؟ ابتدي من اي مكان انت عاوزه في المثلث. ألف ب ج القائم في ب. بما أن قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، إذا ألف ب بيساوي نص الألف ج. ده هيساوي كام؟ هيساوي 5 سنتي. بما أن د منتصف الألف ج، إذا الب دال بيساوي نص الألف ج، هيساوي كام؟ هيساوي 5 سنتي. بما إن دال منتصف الألف ج، إذا الألف دال هيساوي برضه 5 سنتي. ليه؟ علشان ده في النص. يبقى محيط المثلث طلع كام؟ إذا محيط المثلث بيساوي 15 سنتي. وخمسة وخمسة وخمسة، لأن المحيط بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. ما تقولش يا باشمهندس لو ربط لك أولى إعدادي بالموضوع. زي إيه؟ زي المسألة دي كده مثلا، إداني مثلث قائم عادي وإداني عليه مثلث تاني من فوق كده، وقام عامل بينصف وبينصف، وجاب هنا يا شباب متوسط. مش شرط يكون مديك متوسط، ممكن كان يديني الزاوية دي 30، يعني لما يديك متوسط لما يديك الزاوية دي 30. وقال ان دي بخمسة سنتي او بطول السنجل. ممكن يا شباب يقول لك اثبت ان الصاد عين قد السين جيم من غير ما يديك ارقام.
الاثنين نفس الإجابة، ما فيش أي حاجة. المهم أنت بتشوف المطلوب فين، تسيب مثلثه وتبتدي من المثلث التاني. يعني المطلوب هنا، أنا هسيب ده، هشتغل من ده. بما إن الصاد منتصف الألف ب، والعين منتصف الألف ده، ما حفيش يساوي، نحط علامة القطع، علامة الشكل اللي موجود. يبقى إذا الصاد عين بيساوي نص الب ده. هنا مش هحط علامة القطع لأن فيه يساوي. طب كويس، يبقى الب ده بيساوي كام؟ طلع بيساوي 10 سنتي. هنرجع نشتغل في المثلث ده. في المثلث ب ج د القائم في ج، بما ان السين منتصف الب د، اذا الجيم سين متوسط، يبقى الجيم سين هيساوي نص الب د. واحنا مطلعين الب د بكام؟ الب د كنا مطلعينها ب 10، يبقى هو طلع بيساوي 5 سنتي. في الشكل المرسوم اثبت ان السين ص بيساوي نص الالف ج. ايه اللي في الرسمه؟ اللي في الرسمه ان السين منتصف الدال واو، والصاد منتصف الدال ه، والواو منتصف الب ج، والهاء منتصف الالف ج. وقياس زاويه ب بتساوي 30 درجه. اتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.